السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة الإقلاع من أو عمل بوت من أي شيء قدامنا، سواء فلاشة أو يو اس بي. حتى لو أنا جهازي ما بيدعمش إن أنا أو ما فيش في قائمة البوت بتاعه يو اس بي بكل سهولة، إزاي نظبط قائمة الإقلاع بكل سهولة؟ نستخدم أداة جميلة جدا، الأداة اسمها على جوجل، وبنبحث عن كلمة ايزي بي سي دي زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وبضغط انتر، بروح على الموقع ده اللي هو اب تو داون ده اللي هي دي، واضغط عليه عشان ابدا عمليه داونلود للاداه، وبضغط على جيت ذا لاست فيرجن اللي قدامنا دي، بضغط عليها وبضغط على كلمه الداونلود، ومساحته صغيره جدا حوالي 3 اقل من 3 ميجا، بضغط داونلود وبستنى نص دقيقه على بال ما يعمل عمليه داونلود للملف عندي على الجهاز. استنى لغايه ما يعمل داونلود، اهو بلاقي ان هو تم التحميل، بروح على علامة الفولدر دي عشان اخش على المكان اهو، ده اللي نزل عندي اهو ببرنامج، بضغط على البرنامج اللي نزل اي زي بي سي دي اهو، بضغط عليه ضغطتين عشان ابدا اعمل عملية تثبيت ليه، بقول له يس وابدا تثبيته بشكل عادي، اضغط نيكست واي اجري ونيكست انستول كده، خلاص تم تثبيت البرنامج عندنا على سطح المكتب. اقول له فينش، هيفتح لي البرنامج دلوقتي زي ما احنا شايفين، فتح قدامنا البرنامج بالشكل اللي قدامنا ده. لو انا رحت على البوت منيو عندي هنا اللي هي تاني واحده دي، هلاقي ان انا عندي قائمه البوت موجود فيها ويندوز 10، يعني انا لما هشغل الجهاز هيخش بشكل تلقائي على الويندوز 10. طيب انا عاوز يبقى عندي قائمه اقدر ان انا اختار منها، قائمة مجرد ما افتح الجهاز يجي لي القائمه بشكل مباشر، اختار منها بقى اليو اس بي، اختار الفلوبي، اختار الويندوز 10، ويندوز 7، ايا يكن اللي انا عاوز اختاره، ليكن انا عايز ابوت على يو اس بي، فعاوز اظبط اعدادات جهازي والبوت بتاعي على اليو اس بي. اول حاجه بنعملها دايما تعملها تاخد باك اب لاعدادات البوت عندك، هضغط على الباك اب ده واقول له باك اب سيتنج، بضغط هنا، طبعا ده المكان اللي هيتحفظ فيه هنا في الدوكمنت، تقدر انت تغيره، تضغط هنا وتغير الملف اللي هينزل ده في اي حته انت محتاجه وبتسترجعه من هنا، تمام. هضغط هنا، اخترت المكان اهو في الدوكمنت عندي على السي، انت تقدر زي ما قلت تغير المكان زي ما انت تحب، تضغط هنا وتختار المكان اللي يناسبك، تمام تمام. انا هضغط هنا باك اب سيتنج دي، انا كده حفظت الباك اب، اللي انا فتحت كده هتلاقي الباك اب موجود هنا اهو، لسه محفوظ دلوقتي، اقول له هو ده اهو اخر واحد خالص، اهو ده اهو اللي هو الساعة 8 و10 ده، هو ده اخر واحد انا حافظه اهو، حتى التاريخ باين جدا. وبعمل له استرجاع ازاي؟ بروح هنا، بضغط هنا وبروح على الملف اللي انا عاوز اهو، بقوم مختاره، اقول له اوبن، واقول له باك اب ريستور باك اب، يبقى انا كده رجعت الاعدادات البوت عندي للافتراضي. كلام سليم؟ كلام سليم. نرجع بقى ازاي ان انا اضيف. اول حاجه عاوزين نعملها هنروح على اد نيو انتري دي، هنروح عليها، هنخش عليها كده، هنلاقي الشكل اللي قدامنا ده، شايفين احنا السهم ده كده، هنضغط كده لو هو ظاهر لك، بضغط على لو انا كبرت مش هيظهر لي السهم، هختار، شايفين احنا كلمه بايوس اكستندر دي، منها هلاقي كلمه انستول بلوب دي، هضغط عليها انستول دي، تمام كده ضاف لي قائمه جديده في البوت منيو. لو انا رحت لها هنا هلاقي ان تم اضافة حاجة جميلة جدا للبوت منيو، يعني انا لما بفتح الجهاز شايفين دي ودي، طيب هيعمل ايه؟ هيستنى 30 ثانية، هيستنى 30 ثانية وبعد كده هيخش على الويندوز 10 بشكل تلقائي. طيب انا بعد ما ثبت البايوس اكستندر او البلوب اللي قدامنا ده، الشكل هيكون ازاي؟ طبعا لازم اضغط سيف سيتنج كده، بعد ما ضغطنا سيف سيتنج خلاص احنا كده البوت منيو عندنا خلاص اتظبط، هنعمل كده ريستارت الجهاز مع بعض وهنجرب مع بعض. طبعا حط لازم تكون حاطط الفلاشه اللي انت هتبوت منها، انا هحط الفلاشه دلوقتي وهعمل ريستارت للجهاز. احنا كده بنعمل ريستارت للجهاز دلوقتي، ومن المفترض ان هو هيخش على الجهاز عادي كانه بيبوت، كان المفترض ان هو كان بيخش على طول على ويندوز 10، لكن دلوقتي هيخش هيجيب لي قائمتين، قائمه البرنامج وقائمه الويندوز 10، وبيديني 30 ثانيه. لو انا عديت ال 30 ثانيه بيقوم خاشش بشكل تلقائي على الويندوز 10. طيب لو انا بقى عاوز اخش على ان انا اخش اعمل بوت من الفلاشه، هستخدم الاداه
اللي احنا حطيناها دلوقتي. هنشوف دلوقتي اللي هيحصل كده. شايفين احنا في 30 ثانية، كان في 30 ثانية فوق اهو. لو انا هعمل بس للاسف قيمتين اهم شكلهم كده، كان بيعد فوق 30 ثانية، لكن انا حركت الماوس فوقف العد. طيب انا بختار حاجة من الاتنين دول، سواء بالكيبورد او بالماوس. تقدر بتنزل، انا بنزل اهو بالكيبورد وبطلع الويندوز 10 تخش على الويندوز، او الايزي بي سي دي بايوس اكستندر اللي احنا حطيناها بضغط عليها وبختارها انتر، او بالفاره بضغط كليك شمال اخش على البوت مانجر الجديد اللي احنا عملناه للجهاز. ظهر لنا الشكل اللي قدامنا ده دلوقتي عشان بس يبقى واضح. شايفين احنا في كذا اختيار اللي هم باللون اللي فوق دول، في الاتش دي اللي هو الهارد الاولاني، الهارد الثاني، فلوبي، السي دي روم، واليو اس بي. احنا طبعا عايزين اليو اس بي، فانا هحط الاول الفلاشه وبعد كده اضغط على اليو اس بي. لازم تكون الفلاشه بتاعتك موجوده. وبتختار اليو اس بي بكل سهوله، بضغط يو اس بي اهو انتر. وبلاقي ان هو بالفعل عمل بوت من اليو اس بي بكل سهوله. ده سيستم موجود على فلاش عندي بوتابل، وقدر ان هو يخش عليها بكل سهوله. اتمنى يكون الشرح واضح وسهل. لو في اي استفسار اتمنى اشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد غيرك اعمل له مشاركه. لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون من المشتركين معانا. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.